بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برحب بكم معايا في أولى محاضرات الكورس الخاص بالأدوبي أفتر إفكتس، واللي إن شاء الله بنأمل إن يكون الكورس ده مساهمة أو مساعدة مننا في إطار التغييرات اللي حصلت في خلال الفترة اللي فاتت. يعني بنحاول ان احنا نقدم حاجة لبلدنا ولأشقائنا، خاصة أشقاء الفلسطينيين وشبابنا المصري. بداية للناس اللي ما تعرفش احنا هنتكلم عن ايه او ايه المجال اللي احنا بنتكلم فيه، احنا المجال اللي احنا بنتكلم فيه هو مجال الموشن جرافيكس والفي اف اكس برودكشن. يعني ايه الموشن جرافيكس ويعني ايه الفي اف اكس برودكشن؟ المصطلحين دول بنسمعهم كتير جدا، معظمنا عارف ايه هم وفي معظمنا ما يعرفش ايه هم. الموشن جرافيكس ده الشغل اللي هو الخاص بفواصل القنوات الفضائية، او الشغل الخاص بالدعاية المرئية او البرموهات او التترات بتاعت المسلسلات او الفواصل اللي بين الفقرات وبعضها او القنوات وبعضها وغيره وغيره من الحاجات اللي في الاطار ده. لكن ال VFX Post Production، VFX اختصار Visual Effects، فباللغة بتاعت الشغل بتاعتنا بننطقها Visual Effects، يعني بنشيل Effects ما بننطقهاش كده، تمام؟ تنطق FX يعني FX. ده الشغل بتاع ال VFX ده، ده الشغل الخاص بالخدع السينمائية اللي بتتعمل جوه الأفلام أو المسلسلات أو الأعمال السينمائية اللي احنا بنشوفها. طبعا زي الانفجارات، زي الخدع اللي بتتعمل في أفلام الرعب فيها تحول مش عارف ايه الكلام ده كله، الخدع اللي بتتعمل في أفلام الخيال العلمي زي مثلا هاري بوتر، ده كان فيه شغل كتير قوي قوي قوي، وان شاء الله نحاول نتطرق لشوية حاجات من اللي جات في الفيلم ده في خلال الكورس بتاعنا. برضو في مثلا الخدع اللي بتعمل في افلام الاكشن زي مثلا اشهرهم لورد اوف ذا رينجز، او الافلام اللي بيبقى فيها حروب وكده، فيها شغل كتير قوي قوي خاصة في الانفجارات والكلام ده كله. ده بالنسبة للشقين اللي هنتكلم فيهم. في كلا الشقين مش شرط ان الافتر يخش لوحده في الموضوع، ساعات بيخش معاه برنامج 3D معين، مثلا سينما 4D، ماكس، مايا، بلندر، ايا كان ال 3D باكج اللي انت بتستخدمها بتخش مع الشغل. طبعا مش لازم، لكن احيانا بتحتاج حاجات ما يعملها لكش الا 3D. طيب المجال ده هستفيد منه في ايه؟ اولا المجال ده مجال واسع جدا، منتشر جدا، من المجالات اللي نقدر نقول عليها السوق طالبها او العمل طالبها. اغلب الحاجات اللي موجودة زي ما احنا بنشوف، ساعات بتلاقي انت بيلفت نظرك ان الفاصل بتاع القناة ده مشروع جاهز او بروجكت جاهز. بنلاقي افلام كتيرة جدا بيجيبوا لها خبرة من برا علشان يعملوا خدعة معينة او يعملوا تريك معينة جوه الفيلم. ده ليه؟ ده لان يعني المجال عايز ناس، يعني متوافر فيه فرص عمل، مجال مفيش حد كتير بيتطرق ليه. يعني غالبا الناس اللي بتخش جرافيكس بتخش 3D ايا كان، سينما، ماكس، مايا، ايا كان، ليه؟ المجال دارج ومعروف لكن مجال الموشن ده مش كتير اللي فيه، مش كتير اللي بيتكلموا فيه. ليه؟ مش هقول لك صعب، هو ما فيش حاجه صعب، لكن المجال ده بيجمع بين اكتر بين برنامج. يعني انت ممكن تكون مش يعني ممكن تكون شغال
هتلاقي نفسك شغال 7 برامج او 6 برامج في وقت واحد. مش هقول لك انت بروفيشنال فيهم كلهم، لكن انت متخصص في مجال الموشن جرافيكس بصفة خاصة، وبتاخد من البرامج التانية الحاجات اللي بتخدم المجال بتاعك. يعني مثلا انت شغال، انت اساسا شغال افتر افكتس، جميل، ممكن بتاخد حتة من السينما زي الداينامكس مثلا، تمام، الداينامكس والحاجة في السينما اسمها الموجراف او المو داينامكس، ده الجزء الخاص بالموشن جرافيكس في السينما، ويمكن الجزء ده اقوى جزء في السينما 4D، بيتميز بيه عن اي برنامج 3D باكج تاني. ويمكن احنا كنا عملنا كورس في الموقع بتاعنا عن السينما 4D، خاصة الكورس بتاع الداينامكس. يمكن الكورس ده الكورس اللي هو الفريد من نوعه عربيا ان شاء الله في مجال الداينامكس في السينما 4D. وطبعا احنا بنتكلم على الداينامكس بحيث ان احنا نستفيد بيها في مجال الموشن جرافيكس. طبعا تقدروا انكم تزوروا الموقع عندنا وتشوفوا كل الكورسات المتاحة، سواء كانت فوتوشوب، سواء كانت افتر افكتس، سواء كانت كورس او كورسات الفيلم ميكنج، ودي متخصصة في صناعة الافلام ان شاء الله، يعني ده في اطار التحضير، تمام. في برضو كورسات خاصة في الموديلنج في السينما 4D، وده الكورس اللي بنتكلم عليه اللي هو بتاع الداينامكس. نرجع تاني للدنيا بتاعتنا. مثلا ده في السينما، من الماكس ممكن تاخد مثلا حتة زي البارتكلز، ماكس متفوق، انا مش شغال ماكس الا علشان اخدم شغلي. ممكن تاخد حتة زي البارتكلز، تاخد حتة زي الافتر بيرن او الفيوم عشان تنتج ال في اف اكس او المؤثرات الخاصة بالانفجارات او الدخان او الضباب ايا كان. ممكن طبعا من فوتوشوب بتاخد جزئية اسمها المات بينتنج، اللي هو ممكن انت تعمل لوكيشن كامل، ودي هنتطرق ليها ان شاء الله في مناطق معينة من الكورس بتاعنا، انك ممكن تعمل لوكيشن من مفيش. وبرضو المات بينتنج دي هنتكلم عليها في الورشة المجانية اللي طالعة ان شاء الله، اللي هي الخاصة بفيلم ترون. طبعا فيلم ترون معظمنا اكيد سمع عنه، خاصة الجزء بتاع اللايت بايك ده، تمام، لان هنعمل اللوكيشن بتاعه كله بالفوتوشوب من غير ما نصممه جوه ال 3D، هنصمم بس شوية elements جوه ال 3D وبعد كده نعمله بالفوتوشوب. الستريتور ممكن تستخدمه عشان تصدر منه للافتر، او تصدر منه للسينما، ومن السينما تصدر للافتر. يعني هتلاقي نفسك اشتغلت في كذا برنامج، ما بقولكش احترفهم كلهم، لكن خد من كل برنامج اللي ينفعك في شغلك. طبعا انا اتكلمت مقدمة عامة عن الموضوع، انما هتكلم برضو في مقدمة خاصة عن الكورس بتاعنا. اولا اللي هندرسه في الكورس بتاعنا، هنعرف ايه هو برنامج الافتر افكتس كواجهه، احنا عرفنا استخداماته دلوقتي، لكن هنعرفه كواجهه. طبعا مش هنتكلم في كل زرار وفي كل قائمه، لا، ده احنا هنتكلم اوتوماتيك في اللي ينفعنا واللي يخصنا من الكورس. بعد ما نتكلم على الافتر افكت كواجهه، هنتكلم على شويه تريكس وشويه حاجات جوه القوائم بتاعته. بعد كده نبدا نتكلم على الخصائص بتاعة التايم لاين، وده يعني شركة ادوبي نفسها قالت على التايم لاين ده، تمام، the most killer part in adobe after effects، يعني اكتر جزء قاتل في الادوبي after effects. فعلا انت شغلك كله هنا، يعني شغلك كله في التايم لاين. هنتكلم على الازرار دي، ايه ظروفها. هنتكلم برضو في البروجكت اكسبلورر هنا عن التمانية بي بي سي اللي هو 8 بيت بير تشانل، تمام، وعن 16 و32. هنتكلم في الشاشة او البريفيو ويندو او الكمبوزيشن ويندو، عن بعض الازرار المهمة جدا وبعض الامر المهمة جدا جوه الشاشة. هنتكلم برضو عن الافكتس والبريسيتس، عن اهم واشهر الافكتات اللي هنستخدمها في الافتر افكتس. برضو واحنا شغالين هنتكلم عن بعض المشاكل اللي ممكن تقابلنا، المشاكل الشائعة اللي ممكن تقابل اي مستخدم للافتر. هنتكلم
في ازاي نقدر نحرك جوه الافتر افكتس، هنتكلم عن الكاميرا بالذات بالتفصيل وطريقة تحريكها سواء اوتوماتيك او يدوي، هنتكلم على مفاتيح الحركة، انواع مفاتيح الحركة، الفروقات بين مفاتيح الحركة وبعضها. واحب اطمن الناس اللي ما عندهاش سي اس 5، اللي هقوله على سي اس 5 هيمشي على السي اس 4، لاني مش هتكلم على واتس نيو ان سي اس 5، لان في ناس تناولت واتس نيو ان سي اس 5 بشيء من التفصيل، لكن انا بتكلم على الحاجة المشتركة في كل الفيرجنز. لكن اللي هيبقى في سي اس 5 مش موجود في سي اس 4، هقول ده موجود في سي اس 5 مش هيبقى موجود في سي اس 4، بس علشان نبقى عارفين ايه الوضع. طبعا للناس اللي هتنزل البرنامج، لو انت هتشتغل على سي اس 4 يعني طبعا اغلبنا اللي شغال جرافيكس منزل مثلا ويندوز 7 64 بت. لو منزل 64 بت نصيحة، شغل سي اس 5 لانه بيتعامل مع الرام ومع البروسيسور بشكل خرافي بصراحة عن السي اس 4. على فكرة هي شركة ادوبي بتهتم قوي بالابديت في الحتة دي بالذات، يعني الابديت اللي هو الامبورتنت قوي 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 بيبقى في الحتة دي. يعني هو لو خدنا بالنا في الاصدار رقم 7 لفيرجن سي اس 3 عملوا الابديت في الجزئية دي. 7 ما كانتش ممكن تعرف تتحكم في الكمية اللي بيستخدمها البرنامج من الرام زي سي اس 3. في سي اس 3 انت بتتحكم بس يا دوبك ان كنت عايز لونجر، يعني ان كنت عايز بريفيو سريع ولا بريفيو بطيء. جم في سي اس 4 بقى شكله اقوى، اتاح لك بقى انك تتحكم في كمية الرام اللي راحة للافتر، كمية الرام اللي راحة للبرامج التانية، وكمان تتحكم في كام بروسيسور يشتغل. هتقول لي ازاي؟ هقول لك ان انت عندك بروسيسور دوال كور، عندك التراي كور، عندك الكواد كور، عندك الايت كور، عندك ال 12، عندك ال 16. كل ده هو بروسيسور واحد، بس هو فيه 3 انويه او 4 انويه او نواتين. في الافتر سي اس 4 بدءا من السي اس 4 بيقول لك انت عايز تستخدم كام بروسيسور، تمام؟ ممكن تقول استخدم 3 واسيب واحد، غالبا كله بيستخدم كله، تمام. جت في سي اس 5 الموضوع بقى اوسع واحسن. ليه؟ لان سي اس 5 نزل للنسخ ال 64 بت بس. يعني لو انت جيت تعمل تسطيب لسي اس 5 على نسخة ويندوز عادية اللي هي 32 مش هينزل، مش هينزل. سي اس 4 شغال كده وشغال كده، سي اس 4 شغال كده وشغال كده، يعني شغال 64 وشغال 32، تمام. ده كان مقدمة سريعة عن اللي احنا ناويين نعمله ان شاء الله. وبرضو عشان تبقوا عارفين، ان شاء الله المحاضرات هتبقى موجودة على موقعنا اللي هو pro.pro-v.org، وموجود على مركزنا التعليمي الجديد، تمام. برضو هتبقى موجودة عليه دروس، لكن الدورات الكاملة هتبقى موجودة على موقعنا ان شاء الله للتحميل، والمشاهدة المباشرة ان شاء الله هتبقى موجودة على مركزنا التعليمي اللي هو training.pro-v.org. ممكن كمان لو انت حابب انك انت تتابع اخر الاخبار بتاعتنا، هتلاقيها على الفيسبوك على الجروب الخاص ب بروفيجن جرافيك اكاديمي. دي الصفحة الرسمية للاكاديمية بتاعتنا او للموقع بتاعنا. ان شاء الله باذنك يا رب كل الكورسات او كل الدروس اللي احنا هنعملها ان شاء الله هتبقى موجودة في التلات اماكن، تتابع في اي مكان يعجبك. انا اكتفيت بس بمقدمة سريعة للموضوع عشان بس الناس اللي داخلة جديد اللي متعرفش يعني ايه اصلا افتر افكت، يعني ايه موشن جرافيكس، يعني ايه في اف اكس، يعني ايه الكلام ده كله. اعتقد دلوقتي كل حاجة اصبحت واضحة. بدءا من المحاضرة الجاية ان شاء الله هنبدأ نتكلم على البرنامج نفسه وبداية التعامل مع. اشوفكم ان شاء الله على خير في المحاضرة اللي جاية. كان معاكم مهندس احمد عبد الرحمن رياض من
provisionacademy.org. السلام عليكم.